قبل ما نرجع لموضوعاتنا النهاردة وعندنا أكتر من موضوع، وقبل برضو ما أدخل في تفاصيل أخبار، خليني أعلن لحضراتكم نتيجة استفتاء آخر مباراة لعبها النادي الأهلي في شهر 5 شهر مايو، كانت مباراة نهضة بركان، اللي لأول مرة وقبل ما أعلن أسماء اللعيبة اللي فازت بيها كان اسم مستر موسيماني، وده جمهور النادي الأهلي الواعي، وده جمهور النادي الأهلي المقدر تماما صعوبة المرحلة والمسؤولية، وشايف انه مستر موسيماني لغايه اللحظه على مستوى النتائج الحقيقه الراجل ما خذلناش في اي لحظه ولا في اي موقف. مستر موسيماني كان حاضر في اختيارات جمهور النادي الاهلي وما اتكررتش مره ولا اتنين، لا اتكررت كتير جدا. وكمان اسم الاسطوره كابتن خطيب، واللي يدخل على استفتاء المباراه دي، استفتاء افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي ونهضه بركان، هيلاقي على تويتر وعلى انستغرام وعلى الفيسبوك اسماء مستر موسيماني وكابتن خطيب كتير جدا في اختيارات افضل ثلاث لاعبين، تقديرا من جمهور النادي الاهلي لمستر موسيماني والكابتن خطيب ودورهم الكبير جدا في تحقيق البطوله. اما اختيارات حضراتكم كافضل ثلاث لاعبين، فالمنافسه كانت قويه جدا لانه كتير من اللاعبين الحقيقه اجادوا، وفي كتير منهم صعبوا عليا انا شخصيا الحقيقه، اللي كنت بتمنى ان هم يفوزوا، لكن المنافسه حسمت طبعا للنجم المتالق وعن جداره واستحقاق في المركز الاول، كان مهاجم النادي الاهلي كابتن محمد شريف. محمد شريف اللي يمكن فتح بشكل كبير مشوار الفوز بالبطوله والتتويج بهدف اكتر من رائع الحقيقه، فكرنا بجوال واحد من اعظم هدافين النادي الاهلي، وكتير من الناس شبهت الجول ده تحديدا من حيث الطريقه او الاسلوب او الستايل بستايل عماد متعب، وكان جول في منتهى الروعه ويحسب لمحمد شريف تالقه في المباريات الكبيره دايما. اما في المركز الثاني واللي كان بينافس الحقيقه محمد شريف بقوه في المباراه دي، فكان طبعا نجم النادي الاهلي واحد من اهم نسوره وواحد من اهم اسباب فوزه وتحقيقه البطولات كابتن محمد الشناوي، والفوز ده بالنسبه للشناوي كان بمنتهى الاهميه حتى ولو جه في المركز الثاني في مباراه نهضه بركان. اما المركز الثالث فكان لغايه اخر لحظات اخر لحظات من عمليه فرز الاصوات رايح لصلاح محسن، لكن في اللحظات الاخيره وبفوارق بسيطه جدا قدر اليو ديانج ان هو يحقق المركز الثالث. وبكده هنستعرض مع حضراتكم جدول الترتيب العام بعد ما نضيف للاعبين الثلاثه النقاط اللي فازوا بيها في المباراه. اليو ديانج بيحافظ على الصداره بعد ما زاد رصيده نقطه، كان رصيده 27 نقطه كده، اليو ديانج بعد مباراه نهضه بركان بيوصل ل 28. اما النقطتين اللي كنت بقول حضراتكم كانوا مهمين جدا بالنسبه للشناوي، لانه كان الفرق بينه وبين اليو ديانج نقطه واحده، فبالنقطتين اللي حققهم الشناوي وصل لنفس الرصيد واصبح الاثنين لعيبه دول بيشتركوا في المركز الاول. شريف بالثلاث نقط اللي بيضيفهم لرصيده بيقفز للمركز الثالث منفردا برصيد 18 نقطه. محمد مجدي قفشه وكان واحد من اهم اللعيبه في شهر 5 الحقيقه، نتائجه واختياراتكم في المباريات المختلفه رفعت رصيده ل 17 نقطه. بدر بنون رصيده بيوصل ل 16 نقطه في المركز الخامس. ايمن اشرف 11 نقطه. علي معلول طبعا 9 نقاط، كان متقدم جدا في بدايه السيزون، لكن طبعا نتيجه غيابه عن عدد كبير من ماتشات النادي الاهلي تراجع او فضل في المركز السادس برصيد 9 نقاط، واكرم توفيق ايضا برصيد 9 نقاط.